اولا دونك بغيت نشكر جميع الفعالين وجميع الاطر اللي عاونونا باش دوزنا هاد 3 سنين رغم المشاكل اللي عرفتو معنا عنها القطاع السياحي اكوز دو لا بانديمي. مي اجوردي حنا كنشوفوا واحد لا فيزيون جديده الحمد لله. حنا واجدين باش pour faire face à la concurrence, nous sommes prêts, inchallah, les joueurs, les opérateurs camions, les associations. C'est un travail d'équipe, c'est pas un travail d'une seule présidente. Hadakhdma dial mushtaraka dial tlsin wa khadna fi souba mi khrajna alhamdoulillah b'alat muhimma li ghannafsou biha ala sa'id alwatani wa ala sa'id kharij alwatan. والمهمة غتكون اليوم صعبة حتى نشوفوها بواحد النظر يعني جديد. هو النظر بأن كلنا خصنا نكونوا متوحدين، اون يونيون دو تو لي زوبيراتور. كاينين دو تري غرونز ايفينمون كي فون اريفي. لا ريجيون ال ا تو بور بلير، ال ا تو لي اتو، اي نو فورون اون سورت بور بوفوار اتاندر لي زوبجيكتيف ديالنا اللي شفناهم. اي فوالا. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم نور الدين حلوزي، امين مال سابق مجلس الجهوي للسياحة. هذا المكتب اللي اليوم انتهت الصلاحيه ديالو، وكنهنئوا رئيس القيادة العلوي باعاده انتخاب ديالها المره الثانيه على التوالي، وكنتمنوا لها التوفيق والنجاح في المهمه ديالها في الثلاث سنوات الجايه ان شاء الله، مع العلم انها تحدي كبير لانها جايه مور بوست كوفيد وخص اون رولونس. المهنيين كلهم واكلين العصا مزيان، دابا خصنا نوقفوا معهم ونحاولوا ما امكن ندير شي برنامج ترويجي للجهه ككل، جهه الشمال طنجة تطوان الحسيمه، اللي يستافدوا من المهنيين وتكون واحد الاعاده انطلاق للسياحه في المنطقه ديالنا. السلام عليكم، ياسين بن شامه، مدير فندق بريستيج تطوان وعضو في المجلس الجهوي للسياحه، نائب امين المال. بالنسبة للانطباع ديالي في هذا الجمع العام، فكان جمع عام ناجح بجميع المقاييس كيف ما شفتوا، كانت فيه واحد الشفافية والوضوح سواء من خلال إعطاء التقرير الأدبي أو التقرير المالي، وكذلك الجرد الذي قام به المحاسب الكوميسير أوكونت فيما يخص السنوات المالية الفارطة. نجاح مستحق للسيدة رقية العلوي كتجديد الرئاسة ديالها في المجلس، وكيف ما شفتوا فثلاث سنوات ديال اللي دازت بالرغم من الاجواء ديال الكوفيد والكورونا والاجواء الصعبه، استطاع المجلس يحقق مجموعه من الانجازات اللي كانت فيها اشهارات ديال لا بروموسيون توريستيك جميع المدن الجهه. بسم الله الرحمن الرحيم، اسم محمد القاضي، نائب مجلس اقليمي السياحه مدينه تطوان، وهني مدام رقية العلوي بتنصيبها للمرة الثانية المجلس الجهوي للسياحة، وأتمنى لها التوفيق. الهتمي رئيس مجلس رئيس الجمعية المهنية لوكالة الأسفارت طنجة تطوان الحسيمة، اجتمعنا اليوم لانتخاب الرئيسة الجديدة للمجلس الجهوي للسياحة، وطرقنا البرنامج المقبل 2022 إلى 2025 اللي هو برنامج طموح إن شاء الله، وعدين اللي غنخدموا فيه يد مع المنتخبين مع المكتب الوطني للسياحة ومع المهنيين وما أصحاب ومن المستثمرين.